بقول لك قصة بنت وسخة. نزلت انا بقى، واخد بالك انت ازاي، بعد 35 سنة اول مرة انزل بقى. كنت داخل الجوازات، قابلت الزبوطة، واخد بالك انت ازاي، قاعد في البتاع الازاز دي البيضة الازاز، واخد بالك انت، وديته الباسبور بتاع الطلبة. انا طالع من مصر سنة كام، 84، وداخل بالباسبور الاسترالي سنة 2018. قلت له انا بقالي 35 سنه اول مره انزل، واخد بالك، وعمال ابص كده وبتاع. قال لي $25، ما قاليش ويلكم ايجيبت، لا، قال لي $25. انا اتبسطت بقى، $25، اديته $25 ولا حاجه. انا اروح البيت، ادانا ثلاث وصوله $25 لكل واحد، ادانا ثلاث وصوله حطيتها على الفسفس، واخد بالك انت ازاي، كل وصل ب 100 وايه، ب 170 جنيه، الوصل ب 170 جنيه. طب انا $25 في 17، وقتها اضرب بقى 25 في 17 شوف يعملوا كام. احا، ده هبش مني، واخد بالك، واداني وصل كده عيني عينك، هرش انت ازاي، وما قاليش ويلكم ايجيبت. طبعا طبعا سياده اللواء، مدير المطار طبعا بينصص، هيديله $15، واخد بالك انت ازاي، وهو ياخد الباقي طبعا، يفرق بقى على شويه العمدة وشويه سبوبه حلوه. شوف كم قفه بيعدي، شوف كم قفه بيعدي، واخد بالك انت ازاي. قلت له يعني $25 عشان بقالي 35 سنه؟ قال لي لا، الدخول كده ب $25، رسم الدخول، واخد بالك. قلت له ماشي $25، اديته $25 امريكانيس، واخد بالك انت ازاي، اديته $100، واخد بالك، عايز يديني الباقي ايه، واخد بالك انت ازاي، بالمصري. قلت له لا، انا عايز بالدولار، اديك بالدولار. مفيش، قمت جاي مطلع من جيبي انا معايا برضو ايه، عشرات وخمسات وبتاع، عشان ايه، عارف اللي بقشيش، انا معايا مجهز نفسي، واخد بالك، اي حد يعني مثلا ادي له $5 عادي، اكنها شيلن بالنسبه لي هنا في استراليا. المهم زرفته، فبص للوكه، ما شاء الله عينيه، الله اكبر. ابن الوسخة سرقني وما قاليش ويلكم ايج. هو عنده حركة كده جميلة، بصلك كده بكل قرف، واخد بالك انت ازاي. فطبعا الواحد ايه، اهارش انت الذكريات، خلعت من غير ما ابص في الوصل، اهارش انت ازاي. طبعا انا بروح البيت بكتب، واخد بالك، صرفت ايه وعملت ايه، مش مشيها اي كلام، قارش انت ازاي. عشان لما اكون نايم في الاوتيل، عارف اللي في جيبي قد ايه، اسيب الاوتيل وانزل اطلع، واخد بالك، ما ممكن ياخدوا عشرينيه، ياخدوا ورقايه، ياخدوا، قارش انت ازاي، مش اي حاجه. بس انا كنت حاطط كماريتا، ما حدش هرش حاجه خالص. المهم رحت المسا اوتيل، واخد بالك، لقيت شويه ناس جرابيع، كل شوية كل يوم قاعدين ياكلوا ويشربوا، ياكلوا ويشربوا، ياكلوا ويشربوا، واخد بالك انت. بقول للراجل الطباخ ايه الناس دي؟ قال لي دولت ناس لوقات على المعاش، وديت العائلات بتاعتهم. قلت لهم ما كده بياكلوا؟ قال لي اه، اي وقت هم يجوا كده ياكلوا وبتاع. ازوز يا زيزي، ازوزو، بياكلوا ببلاش يا ولا. وحياة رسول الله. طبعا بتوع امن الدوله طلعوا لي فوق نصور مع حضرتك والبتاع ده، صوروا معانا، والله العظيم هتمسكوني امتى؟ طب انا ناخد صوره معاكم؟ لا، ممنوع. $170، نحسبها تاني، انا حسبتها يبقى اكتر حوالي $400، $400، اداني وصل ب 170 جنيه. طب ما كنت تديني وصل بربع حسب القيمة الغذائية للبدنجان للدولار. وحياة رسول الله، أعدم ولادي لو بكذب عليكم. فطبعا أنا قعدت أفكر، لقيت السرقة عيني عينك بدون حياء، واخد بالك، السرقة عيني عينك بدون حياء. فطبعا دوت شوف يعمل له قد إيه كل يوم، ده قارش أنت، ها؟ أكيد طبعا المدير بتاعه بينصص، ها؟ ما فيش حاجة كده هتعدي، أو أنت هرش، هرش أنت إزاي، ها؟
بيعرفوا خدنا طلعنا بالدولار النهارده، ناس دخلت بالدولار، طب واللي دخلوا بالدولار دول خمشيها بالمصري، قارش انت ازاي؟ وكل الوصولات بالمصري، يعني كل اللي بيدفع، وشفت ازاي؟ يعني هو كل الوصولات اللي معاه بالمصري وخفى الوصولات اللي هي بالدولار، قارش انت ازاي؟ في كل اللي يجي يديله ايه؟ يديله ال 25، يديله وصل بتاع مصري، واخد بالك مكتوب فيه، طبعا الاجنبي مش بيقرا، بس انا عربي، ها؟ مصري، ها؟ ما قريتهوش، ما رحت البيت بقى. انا بكلمكم من الخن بتاعي، ها؟ تخيل، تخيل ما يقولكش ويلكم هوم، يعني مرحبا ببيتك، زي هنا احنا معنا. انا ما نيجي هنا، انا مش استرالي يعني، انا الباسبور بتاعي استرالي، بس ده منظر استرالي. اول ما اخش من المطار بتاع المضيفة على سلم الطيارة تقول لك، وتخش الجوازات يقول لك، واخد بالك انت ازاي؟ ها، الجوازات عندنا اوتوماتيكي، بس لما يكون في حاجة التصويرة مش عايزة تيجي مظبوط، تبص كده انت تحط الباسبور كده اهو، وتبص للكاميرا بتاع، يعمل كده يقرا الباسبور، يبص للصوره، يبص للبتاع، عادي. ساعات احيانا بقى بنهرش، واخد بالك، تعمل كده او تعمل الوقفه مش كويسه، فيقوم جاي ايه، عامل لك علامه حمراء، واخد بالك، ضوء احمر، ها، ويبصوا فين الضوء الاحمر، يقول له شاور لك، يقول لك تعال، فياخد هو ياخد باسبور منك ويمشيه كده عنده في الكمبيوتر وبتاع، وبعد كده يبص في الباسبور يقول لك ويلكم هوم، يقول لك ايه يعني، مرحبا بيك، مش مرحبا بيك يعني، ويلكم هوم يعني ايه بالعربي، يعني ويلكم هوم، ويلكم هوم، ده ما قاليش ويلكم هوم، عليا الحرام من ديني ما قال لي ويلكم هوم، يعني قال لي ما قاليش ويلكم هوم، يعني قال لي ما قال لي مرحبا في بلدك، ما قاليش، والله العظيم ثلاثة مش عارف، بيقول لي انت انت جاي ليه مثلا، ها؟ كنت سعيد وانا داخل، سعيد جدا، حتى ابتسامة مفيش. طب ابتسم يا اخي، انت لسه لسعني، ده انا رزق وجالك يعني، ها؟ لا بص لك كده عشان تعدي بقى، اخلع. ليه يا ابني، ليه يا ابني كده؟ وكل واحد ما بيرجع من بره متهم، وكل واحد بيهرب منها برضه متهم. لما كلنا متهمين، طب مين البريء فينا؟ السلام عليكم، السلام عليكم. ذكريات مقرفة، ذكريات مقرفة. لما لو كلنا متهمين، مين البريء فينا؟ لو كلنا حسالة، مين النضيف فينا؟ ايه تاني، ايه تاني يا دنيتي، تعملي فيا ليه كده؟